نجح فريق إنتاج سعودي في تصوير فيلم قصير يسلط الضوء بطرق إبداعية على مواقع أثرية وطبيعية في أرجاء المملكة في الفيلم الذي أطلق عليه اسم بقعة مخفية. ووثق فريق عمل فيلم بقعة مخفية من إنتاج فريق عمل ميرك أكثر من 13 موقعا أثرية باستخدام طائرات درون مزودة بإضاءات سينمائية. أظهرت المواقع الأثرية الجميلة التي لم تحظى بفرصة تسليط الضوء، حيث نجح فريق الإنتاج في إسقاط الضوء على 13 موقعا مخفيا في أرجاء المملكة.